سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك اللهم لنا فيما أعطيتنا وافتح علينا يا ربنا فتوح العالمين. اللهم آمين. بقي دقيقتين الساعة 8، لكن أنا أعطيت أوراق أمس لخالد. فين خالد؟ وزعتها؟ بقول لكم جايبين أوراق معاكم، جايبين أوراق معاكم. طبعا اللي جايب الأوراق كان فولو مي، أنا همشي خطوة خطوة حسب الأوراق. محاضراتي أنا يعني ما أحب الكلام الدش، يعني أعطيك ملزمة فيها 50 صفحة ويقول لك هاي محاضرتك، حط فيها سلايدات كلها كلام. أنا ما أحب الكلام هذا. الكلام عبارة عن مختصر ومفيد، عبارة عن المحاضرة تكون 3 صفحات 4 صفحات لكنها كلها مليئة بالمعلومات. الكلام اللي موجود عندك كلام مختصر، ما الشرح اللي أنا أشرحه، الكلام موجود معك مش شرح، معلومات الكلام اللي أشرحه أنا. إذا اتابعني وتمشي كويس. It's 8 o'clock بالضبط الآن. تابع. الحصة اللي فاتت كنا ماشيين بـ cells of immunity. علشان نفهم cells عرفنا إيش الـ types of immunity، النوعين وإلى آخره، وقلنا بتفاصيل. وتكلمنا على cells كلها. الآن من cells في عندي سيلز اللي هي للإنت إيمينيتي، وسيلز اللي تانية إيش اسمها؟ أدابتيف أو أكوايرد إيمينيتي. الآن في الأدابتيف عندي البي سيلز والتي سيلز. التي سيلز نوعين، تي هيلبر وتي سايتوتوكسيك. ما تنسى دائما هذا يجي يمسك عندي وعند غيره. التي هيلبر إلى اسم ثاني سي دي اتش سي دي 4، والتي سايتوتوكسيك ما حد ينساها. طيب فالان الشيء المطلوب منكم في الاوبجكتيفز هو اللي هتسالوا فيه على البي سيلز ايش في ماركرز. يعني ماركرز، الماركرز يلي هي تشمل ريسبتورز اند ماركرز، يعني انكلودينج ذا ريسبتورز. ماشي؟ طيب بعدها حنشوف كمان برضو الماركرز الموجودة على سطح التي ليمفوسايت قبل ما تتميز إلى تي هيلبر وتي سايتوتوكسيك. قبل ما أبدأ فيهم، في نقطة الحصة اللي فاتت أنا كنت معتمد إن أنتم فاهمينها من حصة الهيستولوجي والأناتومي يلي هي البريفيرال أو سكندري ليمفويد أورجانز. وقلت لكم هي عندي organized tissue gout ومالت إلى آخره، ومشيت فيها بسرعة لكن موجودة عندكم. الآن دول تحفظوا لي أسماءهم، تحفظوا لي أسماءهم. مثلا في جي آي تي إيش هي ال organized tissue؟ الأورجان تحفظوهم زي التونسل، زي الأدينويد، زي البيرز باتشز، دول تحفظوهم. الآن ايش مفهومهم وايش اختلافهم عن الويل ديفلوبت اورجانز اللي هي النودز الليمف نودز والسبلين؟ الان حشرحها بالتفصيل اكثر لما حدخل في الاميو ريسبونس. الان معلومات انه في عندي بالسكندري في عندي ويل ديفلوبت اورجانز اللي هي السبلين والليمف نودز، وبعدها عبارة عن تكتلات وتجمعات تشيو. ايش معناتها؟ معناتها التي سيلز والبي سيلز متجمعة بشكل اورجانيزد، وهذه موجودة في different tissues جي اي تي يورين تراكت والى اخره زي ما شرحنا. والان هاي حنفهم اكثر لما ناخذ الاميو ريسبونس. طيب الآن حنتكلم على الماركز اوف بي ليمفوسايت. طبعا عشان نعرف الماركز لازم نعرف الماركز حسب الستبس اوف ديفلوبينج اوف
بينوكوسايت. عرفنا البينوكوسايت معناتها بون مارو درايد او بورسا درايد. عرفنا ايش معنات بورسا؟ بورسا من شكل. طيب الان قلنا كل الخلايا الليمفاويه تبدا من الستيم سيل. اي نوع من الستيم سيل؟ مايلويد لما الليمفويد الليمفويد المايلويد هيعطيني الوايت بلاد سيلز والار بي سيز والبليتلتس. الان عندي الليمفويد. اذا الان ابتداءها الان شايف الان ابتداء تطور البي ليمفوسايت من ستيم سيل. ستيم سيل موجوده في البون مارو. بعدها بتعطينا الليمفويد برانش. الليمفويد برانش. طيب اول حاجه قبل ما نشوف الماركرز والريسبتورز حسب الستيجز حنشوف ايش هم موجودين على الشريحه فوق. عندي ار. ار ايش معناتها؟ ريسبتور. اذا الان لما نشوف ار يعني ريسبتور من اف سي. اف سي ار ريسبتور. عرفنا اف سي ايش هو؟ هو التيل اوف ذا انتي بادي. ماشي؟ اذا عندي ريسبتور للانتي بادي لاي جزء من الانتي بادي؟ هل هو للفاب لما للاف سي؟ للاف سي. هذا اول ماركر. ماشي؟ اللي هو ريسبتور. الحاجه الثانيه عندي انتي بادي ايمينوجلوبولين يعني ايمينوجلوبولين من النوع اي جي ام لكن حاطط جنبها اس. ايش معناتها اس؟ معناتها سيرفيس الموجودة على سطح البي ليمفوسايت. إذا على سطح البي ليمفوسايت من تركيب البي ليمفوسايت في عندي سيرفيس ايمينوجلوبولين ام حاطط جنبها نوت إن هو مونوميريك. ايش معناتها مونوميريك؟ يعني حرف واي واحد. لانه حتاخذوها في الحصه الجاي بعد ساعتين حتاخذوا حصه الايمونوجلوبولينز الانتي بادي مع الدكتور محمد ربيع وحتعرفوا انه الايمونوجلوبولينز ممكن تكون مونوميريك ممكن تكون بايميريك يعني ثنائيه يعني اثنين واي مرتبطين مع بعض او بنتاميريك. بنتا ايش معناتها؟ خمسه. خمسه وايز مرتبطين مع بعض وهذا الخمسه هو الاي جي ام فين؟ في السيرم. لكن الان تركيزي الان لما اسالك في الام سي كيو انا او غيري دائما يجي السؤال هذا السيرفس اي جي ام فين موجود؟ على سطح البي سيل. باي شكل؟ بنتاميريك ولا مونوميريك؟ انتهينا منها ومعروف يعني ايش مونوميريك. انتهينا. نجي للي بعدها. في عندي ماركرز اسمها اتش ال اي وتسمى برضو ام اتش سي. ايش هذا الاتش ال اي وايش هو الام اتش سي؟ هو حصه اليوم. الان الماركرز دول تتم لحصه امس. الان حصه اليوم بدنا نفهم ايش هو الاتش ال اي وايش هو الام اتش سي وايش الهرموني ما بين اتش ال اي والام اتش سي. وممتع جدا. حصه ممتعه جدا. فاهمين؟ طيب اذا الاتش ال اي ماركر موجوده على سطح البي ليمفوسايت وموجوده على سطح خلايا اخرى برضو لكن البي ليمفوسايت عليها اتش ال اي. اذا دائما انت ما تلبسوها ما تلبسوها هلا زي بعض الدكاتره يعني المدرسين يقول لك هلا 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 لا لانه هلا هي ماركه لحاجه ثانيه في الميكروبس. الان لو صار اتش ال اي وين ما بتروح لامريكا لبريطانيا حيقول لك اتش ال اي. مفهوم؟ اذا في عندي اتش ال اي على السيرفس. طيب مين بيقول لي بعدها ايش معناتها هذا؟ سيرفس. اس يعني سيرفس. ايش؟ يعني سيرفس. والسيرفس يعني ايش موجود؟ اي من الجلوبالين؟ اي جي دي. فاهمين؟ اذا عندي الاي جي ام والاي جي دي والاثنين مونوميريك. ملاحظه حتاخذوها مع الدكتور محمد انه الاي جي دي الاي جي دي هو اكثر حاجه متوضع على سطح البي ليمفوسايت يعني في السيرم مقداره ضئيل جدا نيجلكتد. وظيفه الاي جي دي انه وجوده على سطح البي ليمفوسايت. فاهمين؟ هاي ملاحظه حتاخذوها مع الدكتور محمد.
لكن إذا الآن كم إيمونوغلوبين عندي الآن على سطح البينوفوسايت؟ اثنين سيرفيس IgM وسيرفيس IgD. مفهوم الآن؟ طيب بعدها سنعرف إيش معنى R ريسبتر. ريسبتر لمين؟ للسي. سي ستاند فور وات؟ كومبلمنت. أي كومبلمنت؟ الثالث. يعني كومبلمنت عندي 1 2 3 4 إلى 9، وجزء من الكومبلمنت الثالث بروتينات، هي بروتينات مرقبة. حناخذها حتى مع الدكتور برضه محمد في الحصة اللي بعد اللي جاي. إذا سي 3 وجزء من السي 3 اسمه سي 3 بي. إذا في عندي ريسبتر للسي 3 بي. عرفنا الريسبتر حفظناه. بعدها حنشوف الآن حسب الستيجز. فأي ستيج بيظهر الريسبتر هذا. الآن الستيج زي ما قلنا للبيليفوسايت تبدأ من إيش؟ من الستيم سيل. الستيم سيل لكل خلايا الدم. بعدها حتتفرق إلى إيش؟ ليمفويد. ليمفويد إذا الآن عندي ليمفويد ستيم سيل. بعدها حيجي عندي بري بي. فاهمين؟ على البري بي سيل، بري بي سيل بعد الليمفويد ستيم سيل، بعد الستيج هذا حيكون في البريمبري، حيجي اول واحد اللي هو ريسبتر اوف ذا اف سي. بعدها حتيجي مرحله ثانيه يلي هي الاماتيور بي سيل، حيظهر عليها سيرفيس ايمونوجلوبولين ام والاتش ال اي. بعدها حتجيني الماتيور. الماتيور بي ليمفوسايت حيظهر فيها سيرفيس اي جي دي وريسبتر فور ذا كومبلمنت. فاهمين؟ إذا هذا حسب الستيجز. في عندي برضو أذر ماركرز. الأذر ماركرز لازم برضو نحفظهم. الآن أذر ماركرز زي ما شايفين آر آر كلها آر ما عدا واحدة هنا اللي هي سي دي. سي دي. سي إيش سي دي إيش ستاند فور وات؟ حناخذها لا مش كومبلمنت هذا سي دي. سي دي. كلاستر أوف ديفرنشيشن. لكن ما حد يسألك إيش معناتها. هو ماركر موجود في الإيمونولوجي على السيرفس أوف سيلز. فاهمين؟ إذا سي دي، سي دي هات عندنا كثيرة، حنقول سي دي 1 زي ما قلنا في التي 4. تي 4 إيش اسمها سي دي؟ تي هيلبر. سي دي 4. سي دي 4. إذا سي دي هات هي ماركرز. الآن برضو على سطح البينفوسايد في عندي سي دي، لكن سي دي في إيش؟ 40. سي دي 40 وبعدها كلهم ريسبترز. عندي ريسبتر للترانسفيرين للانترفيرون وريسبتر لاي ال. اي ال نوع من السيتوكاينز تحفظوها الان فقط اي ال انترلوكين. اي ال اي ال لكن اي ال مين هم؟ اي ال 2 واي ال 4 و5 و6. إذا عندي من ريسبترز للآي ال، ريسبتر للاثنين والأربعة والخمسة والستة، حفظناهم. بعدها حيكون عندي حاجة اسمها تولر. تولر يعني تي ال ار. تول لايك ريسبتر، ترجمتها؟ تول لايك ريسبتر، تولر. فاهمين؟ التولر أي واحد فور. له اسم ثاني. له اسم ثاني اللي هو سي دي 284 وله اسم ثاني برضه لايكوبوليسكارايد ريسبتر. فاهمين؟ اذا لايكوبوليسكارايد ريسبتر. الان هي اللي هي الماركرز على سطح البينوفوسايت. ننتقل الان الماركرز اللي هي على سطح ايش؟ التينوفوسايت. التينوفوسايت تتميز انه تبدا بالتطور في البون مارو وبالتابع تطور بين الثايمس. اذا تبدا بالتطور في البون مارو وبعدين اخذناها الحصه اللي فاتت وبتروح للدم للسيركيليشن ومن السيركيليشن بتروح للثايمس وبالتابع تطور ستيجز في الثايمس. خلال التطور هذا بتكسب ريسبترز. الان في البون مارو زي البي سيل حتكون بمرحله ايش؟ ستيم سيل. اي ستيم سيل؟ ليمفويد ولا المايلود؟ ليمفويد. اذا ليمفويد او ليمفويد ستيم سيل يعني نشات من ستيم سيل الاصليه ممكن نسميها بلوريبوتنشال يعني كثيره الوظائف. بلوريبوتنشال هي ستيم سيل الاصليه. فاهمين؟ اذا الان
الستيجز هي عندي الليمفويد ستيم سيل. الليمفويد ستيم سيل لما يروح للثايموس حيعطيني بروثايموسايت. البروثايموسايت حيدخل للثايموس، حيدخل للكورتكس، وبعدها حتتطور السيل وحتروح للميدلا. عرفت بالكورتكس حتتحول من البروثايموسايت الى الثايموسايت. الان في الثايموسايت هون حتاخذ ريسبتورز، فاهمين؟ حتاخذ ريسبتور زي ما شايفين هنا الماركرز والريسبتورز الموجوده هنا. اذا حاطط حرف اشاره ماينس معناتها مش موجود، والبوزيتيف معناتها موجود. اذا الان في الثايموسايت في البدايه الثايموسايت مين هو الموجود؟ سي دي هات، عم نتكلم سي دي هات الان، سي دي 2، فاهمين؟ سي دي 2. الان بعدها الثايموسايت حتكتسب سي دي 3 وسي دي 4 وسي دي 8 مع تي سي ار. تي سي ار ايش معناتها؟ تي سيل ريسبتور، موجودة على التي سيل ريسبتر، تي سيل ريسبتر. إذا كل دول حيكونوا موجودين، تمام؟ بعدين حتتطور لإيش؟ لما تروح للميدلا حتتفرج إلى إما تي هيلبر وإما تي سايتوتوكسيك. الآن حسب الاسم التي سايتوتوكسيك إيش اسمه؟ سي دي إيش؟ 8. فلذلك الفور حيغيب. إذا الفور زي ما شايفين هنا الفور حيغيب ماينس، وبالتالي بتكون هي تي سايتوتوكسي. وسي دي 8 ماينس هنا وسي دي 4 بوزيتيف، وبالتالي حتكون ايش هي؟ تي هيلبر. اذا الان ما تنسى انه تي هيلبر هي سي دي 4 سيل، او ممكن نقول سي دي 4 بوزيتيف، اما نقول سي دي 4 او سي دي 4 بوزيتيف. وسي دي 8 اللي هي سي تايب سايتوتوكسي. الآن هنا قلنا بتروح أول حاجة الثايموسايت لفين؟ للكورتكس. حنشوف هنا الكورتكس والمظلة عبارة عن epithelial cells، عن cells epithelial cells، كلها هاي epithelial cells، هذا هاي كلها epithelial cells. شايفين هنا في الكورتكس ما بين الepithelial cells مليانة بالثايموسايت، مليانه مفعول. كل هذا الاسود هذا ما بين الابيثيليال سيلز كلها عباره عن ثايموسايت، مليئه بالثايموسايت. بينما لما بتروح للمدلة معظمها يتلف ويموت، داي، موست اوف ذيم داي، اونلي 5% سرفايف اند ديفرنشيت انتو تي هيلبر اند تي سايتوتوكسين. فاهمين؟ ليش؟ لأنه بخلال المرحلة throwing the the development to T helper and T cytotoxic, the T cell learn how to distinguish ما بين self between self and non self. ما قلنا the immunity في البداية هي recognition of non self. إذا الآن كل السيلز which respond to this cell عند المقدرة انه تعمل response to this cell راح تموت. بيبقى عندي فقط ايش؟ هي السيلز which respond to non-cell. فلذلك immune system في الجسم can respond only to non-cell but not to this cell. ماشي؟ الآن في المرحلة هاي إذا قلنا 5% والسرفايف. ليش؟ لأنه حتدخل في مرحلة تفقيم education، how to distinguish between self and nothing. هذا education بنسميه thymic education. Thymic education learn how to distinguish between self and non-self, and only 5% complete this education. الآن هذا بنسميه برضو selection of T-cell. الآن selection of T-cell في عندي positive selection. تسألوا عليها، تسأل عليها إيش معنى positive selection وإيش معنى negative selection.
فاهمين؟ إذا الآن هذا خلال education learning يعني عندي positive selection و negative selection. The positive selection معناته keeping. Keeping of what? Of non-self MHC molecules. هنشوف بعدين MHC ايش هي. إذا ما قلنا الحاجات اللي بتميز السيلف راح تموت وتبقى يلي بتميز النازل. اذا الثايموسايت ريكوجنايزنج نانسل دائما هناخذ هلا في الحصه هذا اللي بيميز سيلف من النازل هي الام اتش سي. اذا الان اونلي كيبنج دي ثايموسايت ريكوجنايزنج نانسل ام اتش سي مفهوم هذا البوزيتيف. لكن النيجاتيف معناتها ريموفينج ذا ثايموسايت ريكوجنايزنج سيلف انتيجينز او سيلف ام اتش سي. ماشي؟ وهذا بنسميه ثايميك اوجيكيشن. اذا في ثايميك اوجيكيشن في عندي تو بروسيس بوزيتيف سيلكشن ونيجاتيف سيلكشن وفهمنا كل واحده ايش هي. اذا ذكرنا HLA وذكرنا MHC و HLA و MHC. ايش هو ال MHA؟ ايش هو ال MHC؟ راح نفهم منهم. حطيت لكم اياه باسلوب الواقع ان شاء الله تفهموا. حقول لكم على حاجه، الواقع معظم إذا سمعتوا الـ HLA والـ MHC في الإنترنت أو ما حتفهموها بشكل كبير. أنا حأعطيكم إياها بشكل إن شاء الله يدخل في ذهنكم. لأنه الـ HLA والـ MHC هذا من تخصصي أنا من 30 سنة من 40 سنة وأنا بشتغل بالـ MHC في بريطانيا لما كنت في بريطانيا. فهذا تخصصي بالاصل يعني HLA والـ MHC اكتشف من 40 سنة اول ما اكتشفناه واشتغلنا فيه. فالان ايش هو الـ HLA وايش هو الـ MHC؟ طيب الان الـ HLA stands for human leukocyte antigen. اذا انتيجينات موجودة على سطح الليوكوسايت. ايش معنى الليوكوسايت؟ وايت بلاد سيل. إذا stands for human leukocyte antigen. لكن حنشوف سلايد أخرى إنه هي اكتشفت أول ما اكتشفت على سطح الليوكوسايت وسموها human leukocyte antigen. لكن بعدها وجدوا إنه كل النيوكليتد سيلز يعني كل التشيو كل السيلز of the body فيها HLA. لكن اسمها من اكتشافها الأول. طيب MHC stands for what? Major histocompatibility complex. إيش معناتها histocompatibility؟ معناتها التطابق النسيجي. Histo نسيج، compatibility تطابق، التطابق النسيجي، معقد التطابق النسيجي الرئيسي. إذا الكلمتين دول هتستخدموهم بشكل كبير الان وصاعدا في الانترنال ميديسين وفي كل حاجه وخاصه في السيرجري وفي الترانسبلانتيشن كله حيذكر لك ام اتش سي واتش ال اي. طيب ايش الفرق بينهم؟ ايش هم حنفهم؟ الان علشان نفهم اول حاجه علشان نفهم اتش ال اي والام اتش سي لازم نفهم في البدايه ايش معنى الانتيجين. نعرف انه عندنا انتيجين وانتي بادي لكن ما نقدر نفهم الـ HLA والـ MHC إلا إذا فهمنا إيش مفهوم الأنتيجين. إذا في البداية حنتكلم على إيش؟ على مفهوم الأنتيجين. بعدها بس فهمنا الأنتيجين حنروح الـ HLA والـ MHC. الآن الأنتيجين أي مادة شايفين من تعريفهم موجودة عندنا أي مادة غريبة foreign to the body to the body foreign وتدخل البادي gate entrance into the body and induce immune response. من الحصة اللي فاتت قلنا لما يدخل الميكروب أو أي جسم غريب ويتخطى الـ innate immunity هيكون في عندي immune response.
ايش مفهوم الاميون ريسبونس؟ هي تفاعل مع بين الخلايا علشان تعطي انتيبادي واكتيفيتد سيلز. اذا الان اي جسم غريب فورن gain interest to the body and induce or stimuli the immune response نسميه immunogen أو antigen. نفس الكلمة immunogen أو antigen. في فرق الآن إذا كنا بتفاصيل أكثر في فرق ما بين immunogen والantigen بالعلم الإيمونولوجي، لكن مش وقت الآن نشتت أفكاركم deep difference between immunogen and antigen. الآن كلها تسمى immunogen and antigen. إذن في عندي induction أو stimulation of immune response. فاهمين؟ بنسميها immunogen أو antigen. بتولد إيش؟ antibody and activated cells. طيب هنفهم بعدها كلمة هابتن. الهابتن تستعمل بشكل قلنا الانتيجين يدخل ويولد الاميون ريسبونس. من صفات الانتيجين حنشوفها في سلايد ثاني انه لازم يكون لارج مولكيول. لارج مولكيول يعني بروتين مولكيول كبير من صفاته لازم يكون من خواصه هذا. لكن اذا دخل سمول مولكيول للجسم ما حيقدر يسوي الاميون ريسبونس. لكن هالمولكيول هذا لو ارتبط في الجسم بلارج بروتين نسميه لارج كارير، ارتبط ببروتين في الجسم بكارير، زي مثلا الدرج بيدخل بيرتبط بالبليتليت. فهمت علي؟ الدرج الان هذا سمول مولكيول حيشتغل كانتيجين. اذا الهابتن ما بيشتغل كانتيجين الا يرتبط على حاجه كبيره علشان يعطي الصفه اللي هي لارج مولكيول. فاهمين؟ إذا لما بيرتبط بلارج مولكيول كان انديوس immune response وبالتالي بينتج antibodies وبرضه عندي activation of cells. الآن من صفات الانتيبوديز هاي إنها this antibody specific to the هابتن. Specific to the هابتن فبيرتبط بالهابتن even alone او on the carrier بيرتبط. لو كان الهابتن لوحده حيرتبط مع الانتيبادي، او كان الهابتن على الكارير يعني الدرج على البليتلت حيرتبط مع الانتيبادي. وبالتالي اذا الان حنشوفوا هذا في الاوتو ايمينيتي الانتيبادي لما يصير اجينست الدرج على السيرفس اوف ذا بليتلت راح يحطم يرتبط في الدرج وحيحطم الدرج على سطح البليتلت وحيحطم البليتلت وحيصير عندي امراض. هذا الجزء يعني بس كمثال. لكن ايش حتفهم الان؟ ايش مطلوب منك؟ مطلوب منك الفرق بين الهابتن والانتيجين. الانتيجين باي اتسل كان انديوس اميون ريسبونس، لكن الهابتن يشترط انه يرتبط بايش؟ بلارج مولكيول. اذا قلنا المثال على الهابتن الدراجز. الدراجز بتفوت وبترتبط على البليتليت. البليتليت الان لما بترتبط على البليتليت بتشكل اميون ريسبونس وبيعطي انتيبادي ضد الدراج. الانتيبادي هلا الان حيروح للدراج على سطح البليتليت بالجسم وحيخرب الدراج مع البليتليت. فاهمين؟ اذا تفهم لي الفرق ما بين الانتيجين والهابتن ومثال على الهابتن يلي هو الدرج. طيب الان ايش معنات انتيجينيك ديترمينانت؟ الان قلنا الانتيجين لارج مولكيول، ما تنسى حنشوفها في سلايد اخرى انه من صفاتهم الانتيجين انه لازم يكون لارج مولكيول. ولما يتشكل الانتيبادي يتشكل سبيسيفيكلي ضد جزء من الانتيجين. فهمت علي؟ ضد جزء من الانتيجين ويرتبط الان بجزء من الانتيجين. اذا الانتيبادي بيتشكل ضد جزء من الانتيجين ويرتبط الانتيبادي السبيسيفيك يرتبط مع الجزء من الانتيجين. هالجزء من الانتيجين
يلي بيرتبط سبيسيفيكلي مع الانتي بادي بنسميه انتيجينيك ديترمينانت. اذا الان ايش تعريفه؟ تعريفه البورشن اوف ذا انتيجين، جزء من الانتيجين سبيسيفيكلي كومباين اور بايند وذ ذا انتي بادي. الجزء من الانتي بادي يلي بيرتبط مع الانتيجينيك ديترمينانت له اسم، والانتيجينيك ديترمينانت برضو له اسم ثاني. انتيجينيك ديترمينانت بنسميه ابيتوب، والجزء من الانتي بادي حتى عندها القصه هاي بنسميها باراتوب. ليش؟ زي اليد هذا، لما هذا الابيتوب وهذا الباراتوب بارا حوله يعني. اذا الجزء من الانتي بادي يعني بيرتبط مع الانتيجين هو الباراتوب، وجزء من الانتيجين يعني بيرتبط مع الانتي بادي هو الابيتوب. ما احنا الابيتوب موجوده على الانتيجين يعني هو انتيجينيك ديترمينانت، والباراتوب هو قسم من الفاب، قسم العلوي من الفاب. باراتوب مع الابيتوب مفهوم الحاجتين دول. اذا الابيتوب موجوده في الانتيجين هو الانتيجينيك ديترمينانت، والباراتوب موجوده في الانتي بادي هو الجزء الامامي من الفار. الان تسمع في كلمه الان مونو فيلنت انتيجين، الان فيلنسي، فيلنسي اوف ذا انتيجين معناتها كم عدد الابيتوب المتشابهه الموجوده في الانتيجين. اذا قلنا انتيجين زي هذا، خدوا لي هذا، الان مين بيقول لي هذا الانتيجين هو كم ابيتوب عليه؟ واحد، فبنسميه ايش؟ مونوفيلنت. مونوفيلنت اذا كان اثنين بايفيلنت او دايفيلنت، اذا كان خمسه الى اخره، او بنسميه بوليفيلنت يعني كثير الابيتوبس. اذا الفيلنسي اوف ذا انتيجين number of the antigenic determinant او بدل antigenic determinant ايش بنستعمل؟ epitope. مفهوم الفيلنسي؟ طيب الان عرفنا انه الماده او الكومبوننت that enter to the body and induce immune response اسمها antigen، لكن من صفاتها لازم يكون لها صفات، واهم صفات انه تكون large molecule وتكون foreign. فاهمين؟ أهم صفة large molecule وتكون foreign. إذا من صفات الأنتيجين علشان يولد يسوي stimulation للإيمون ريسبونس هالصفات هاي، أول حاجة foreignness لازم تكون غريبة عن الجسم. مين بيحدد الفورينس؟ بيحددها الـ HLA. كله عم نذكر HLA وإلى الآن ما فاهمين إيش الـ HLA، حنشوف فيما بعد الـ HLA. إذا بيحدد الفورينس هو الـ HLA. الآن بعدها لازم تكون لارج مولكيول. إيش نقصد بلارج مولكيول؟ لازم تكون أكثر من 10,000 دالتون. فلذلك معظم البروتينز، البروتينز هي بوتنت، البروتينز هي بوتنت أنتيجينز. لأنه ليش؟ ليها لارج مولكيول وليها 3 دايمنشنال كونفيجريشن كومبلكس وإلى آخره. وهذا لا يمنع انه عندي برضو بوليسكرايد with large molecule to be antigen such as dextran، لكن بشكل عام البروتينز antigens. ايش معناتها؟ معناتها البروتينز اذا دخلت الجسم قريب راح يتولد ضدها انتيبادي. هلا جسمنا مليان بالبروتين، هل هو البروتين اللي في جسمنا هل هو انتيجين لجسمنا؟ لا، ما انتيجين لجسمنا، انتيجين لجسم اخر. فاهم علي؟ اذا البروتين في جسمنا في عندنا انتيجين بس مش انتيجين لينا، كل واحد لنفسه انتيجين لحاجه اخرى. فاهمين؟ طيب الان اذا البوتنت انتيجين هي بروتين. الان بعدها الدوز، هذا الدوز ليش؟ لانه حتاخذوا اخر حصه في الاميونولوجي حصه الفاكسينيشن، الفاكسين. الفاكسين احنا بندخل انتيجينز، لكن الان في الفاكسين لازم يدخل الانتيجينز بدوز معين. هالدوز المعين بنسميه اوبتيمم دوز، حتاخذوها في حصه كامله مع الدكتور المر.
في ثلاثة حصة، حصتين هيعطيهم الدكتور محمد ربيع وحصة هيعطيها الدكتور أنور، بالباقي هعطيهم أنا. الآن إذا الدوز هذا لما يدخل الأنتيجين اللي هو الفاكسين لازم يدخل بدوز معين. هل دوز معين أوبتيمم نسميه الملائم، لارجر أند لور، إذا كان دوز أعلى أو أقل ما بينفع إنه يسوي إميون ريسبونس. فلذلك إذا الآن in the optimum dose the substance or the antigen is immunogenic. مفهوم إلى الآن؟ خلصنا من الـ properties of the antigens. الآن قلنا معظم الـ antigens إيش هي؟ proteins. لا يمنع إنه polysaccharides large molecule يكون antigens. طيب الجسم مليء من الـ proteins. الـ proteins بجسمنا موجود بشكل إيش؟ موجود بشكل هرمونز، مع الأخدينا هاي بشكل إنزيمز. إذا الهرمونز بجسمنا والإنزيمز هي عبارة عن أنتيجنز بس مش لينا إحنا. أنا الأنتيجنز اللي فيها، البروتينز اللي فيها، الإنزيمز اللي فيها، الهرمون اللي بداخلي مش ليا، لما تروح لجسم آخر. فاهمين؟ إذا الآن الأنتيجنز الموجودة في الجسم بتكون بروتينز معظمها بشكل انزيم بشكل هرمون، وبالتالي سوليوبل، بتكون سوليوبل في الفلويدز. اذا الان شكل الانتيجين اما يكون سوليوبل او يكون موجود على سطح خلايا زي البلد جروبس، اخذتوها او حتاخذوها البلد جروبس، حتاخذوها مع الدكتور حسام الفيزيولوجي. اذا البلد جروبس شايفين هنا الار بي سيز، الار بي سيز على سطحها في عندي بروتينز، جلايكوبروتينز، بروتين مع كربوهيدرات، هي هاي الانتيجينز. طيب الانتيجينز الان الموجوده على الار بي سيز هل هي سوليوبل؟ لا مش سوليوبل، مش موجوده في ليكويد. فلذلك بعطيها اسم ثاني في الاميولوجي. اذا الانتيجين اما يكون سوليوبل او يكون له شكل معين بشكل سيل يلي بنسميه بارتيكوليت. إذا البارتيكوليت زي موجود زي الانتيجينز اوف ذا ار بي سيز. مفهوم النقطة هاي؟ إذا البارتيكوليت الآن اون سيرفيس اوف سيلز زي البلاد جروبس اون ذا ار بي سيز، وزي ايش؟ نرجع لكلمة الاتش ال اي، زي الاتش ال اي على سطح الخلايا الليمفاوية، على سطح الخلايا الليمفوسايت، وعلى سطح كل الخلايا. إذا particulate مثال على blood groups هي عبارة عن antigen، وال HLA human leukocyte antigen on all nucleated cells. إذا الثاني هو ال HLA الموجود على سطح الليكوسايت، و not only leukocyte all nucleated cells. زي ما شايفين الآن ال HLA هنا الموجود على سطح الخلايا الليكوسايت، رسمتها بألوان متعددة. الآن الـ HLA على سطح الخلايا في ليها كلاسز زي الـ A B blood group. البلد جروب في عنا زمرة A زمرة B، فاهمين؟ وبرضه الـ HLA في عندي الـ HA1 والـ HLA2، إذا في تقسيمات الـ HLA. الآن حنشوف ايش هو الـ HLA وايش التفرقة ما بينه وبين الـ MHC. فهمنا أول حاجة الأنتيجين، فهمنا الأنتيجين إنه البروتينات بتكون كأنتيجين، والبروتينات في الجسم بتكون سوليوبل وبتكون بارتيكوليت. مثال البارتيكوليت مين؟ أهم مثالين البلد جروبس من الـ RBCs خلصناها، وعندي الـ HLA موجودة على كل السيرز، كل التشيو فيها اشياء ايه؟ فاهمين؟ طيب هلا ايش الفرق؟ عرفنا كلمة اتش ال اي هيومن ليكوسايت انتيجين. ايش الفرق ما بين او ايش الهرموني ما بين الاتش ال اي والام اتش سي؟ ام اتش سي ستاند فور ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس. الان انتوا اخذين البلاد جروب او اخذينها، البلاد جروب على سطح الكريات الحمراء مين بيسيطر عليها؟ كودد باي وات؟ باي جينز.
الجين موجودة في أي كروموزوم نعرف نحن السيل داخل السيل بالنيوكليوس وبالنيوكليوس بكروموزوم الآن الآر بي سيز أي كروموزوم الجين بأي كروموزوم موجود هذا ما بيهمني مش حصتي أنا لكن عشان أقارن ما بينه وما بين اتش ال اي إذا الـ A B blood groups اللي هي الـ A B blood groups coded by genes on the chromosome number 9 انتهينا لكن اتش ال اي coded by HLA coded by happy English coded دائما على سطح الخلايا في عندي بروتينز البروتينز هاي بسيطر عليها من الداخل زي الان في عندي ريموت كنترول ريموت كنترول بسيطر من الداخل على الحاجه الخارجيه اذا الان ايش العلاقه ما بين HLA HLA هي بروتينات انتيجنز على سطح الخلايا مين بيسيطر عليها من الداخل؟ جين الجين الجينات يعني الجينات هاي فين موجودة حقت الـ HLA في أي كروموزوم أول حاجة نحفظها ونجاوب على السؤال في الكروموزوم نمبر 6 in human لكن في المايس في الكروموزوم نمبر 17 ليش نذكر؟ لأنه تقرأ في الكتب إنه كروموزوم نمبر 16 أو MHC نمبر 17 إذا الآن أول جواب بنجاوبه الـ HLA مين controlled by what؟ by MHC genes in the chromosome موجود على الكروموزوم نمبر 6 اي جزء من الكروموزوم نمبر 6 هذا الكروموزوم نمبر 6 في اي arm يعني short arm في عندي long arm في short arm اذا موجوده في short arm اذا MHC هي عباره عن locus locus معناتها موقع locus من الجينز موجوده على short arm of chromosome نمبر 6 مفهوم الى الان هاي اول خطوه الان نذكر انه بالمايس موجود هالمنطقة هاي موجودة على 17 وتسمى IR اللي هي معادلة للـ MHC لكن في المايس او IA ولذلك لما نسمع IA او IR معادلة للـ MHC في الهيومن لكن في المايس وستاد فور اميون ريسبونس جينز وستاد فور اميون اسوشيتد جينز فهمنا الان ايش العلاقه ما بين الـ HLA والـ MHC الـ MHC هي الموقع الجينات يلي بيسيطر على الـ HLA على السيرفس معناتها على السيرفس له اسم فينوتايب كل شيء على السيرفس اسمه فينوتايب كل شيء في الجين اسمه جينوتايب الجينوتايب بيسيطر على الفينوتايب. طيب الان الـ HLA ذكرنا الـ HLA ذكرنا على سطح الكريات كلها على سطح الخلايا كلها في عندي HLA 1 في عندي HLA 2 وبالتالي راح يكون في جينز في MHC class 1 إذا الكلاس 1 كنترول أو فور HLA 1 على السطح والكلاس 2 كنترول دي HLA نمبر 2 في عندي بنفس الـ MHC locus في عندي كلاس 3 هذا بيسوي كنترول للكومبليمنت في فلويدز وفي السيرم ما له علاقة في الـ HLA إذا الـ MHC في ثلاثة مناطق منطقتين لها علاقة في الـ HLA ومنطقة ما لها علاقة في الـ HLA لها علاقة في إيش؟ في البروتين موجودة في الكومبلمنت خلاص؟ إذا الآن في عندي حاجة الآن الكلاس HLA class 1 موجودة في صحيح كل cells in the body nucleated cells in the body كل cells in the body كل tissue عليها class 1 لكن في عندي حاجة خلايا
اسمها antigen presenting cells، اخذناها الحصه اللي فاتت. antigen presenting cells اللي هي ماكروفاج دندريتك سيل والبي ليمفوسايت. بي ليمفوسايت بتشتغل كانتيجين بريزنتنج سيلز. هاي تتميز انه فقط هي عليها ام اتش سي، عليها اتش ال اي 2. فاهمين؟ اذا الان اتش ال اي 2 موجوده على سطح الخلايا الانتيجين بريزنتنج سيلز، والاتش ال اي موجوده على سطح نيوكليتد سيل. حسألك الان سؤال واسألك كل شيء. الان انتيجين بريزنتنج سيل لو اجاك ام سي كيو بوسيس ام اتش سي و اتش ال اي 1، صح ولا خطا؟ صح. لانه نيوكليتد سيل. اذا الانتيجين بريزنتنج سيل، لاحظ عندي الانتيجين بريزنتنج سيل هي نيوكليتد سيل، وبالتالي الانتيجين بريزنتنج سيل فعلا على سطحها الاثنين، الاثنين على سطحها ال HLA1 وال HLA2. فاهمين الحاجه هاي؟ بينما غير الانتيجين بريزنتنج سيلز عليها ال HLA1. اذا الانتيجين بريزنتنج سيلز عليها الاثنين.